بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه نضاليه لجميع الاخوان المغاربه والناس اللي كتدافع على حقوق الانسان. كنقولوا اذا قلنا حقوق الانسان اللي كتدافع على حقوق الانسان، لان الاخوان ديالنا كل شيء راه عارف هاد الجمله هادي، وبدينا كنحشموا نكرروها، لان هادي دخلنا الان على ما يقرب 7 اشهر وحنا هنا معتصمين في هذا الباب لا من مجيب. واش حنا ما عرفناش من دابا ما غادي نقولوا واش هاد المسؤولين ديال الوكاله الوطنيه، واش السلطات المحليه اللي هي معنيه بهذا الملف هذا واللي الاجدر انها تتدخل تحل هذا المشكل هذا. فاننا الان من قوت اننا معينا كناديوهم ما بغاوش يستشغلوا لينا. حنايا هنايا بدينا ما نقولوش في الصيف، فصل الرابع وجات الصيف والشتاء، وحنا هنا باقيين معتصمين لحد الان، وحنا ما نضش اننا غادي نتخلوا على الحقوق ديالنا، لان الانسان اللي صبر هذه المده هذه راه ماشي بسهل انه غادي يتخلى على الحقوق ديالو. ومن هذا المنبر هذا ناديو على المسؤولين مره اخرى، كنكرروا هذا النداء هذا باش انهم يتدخلوا باش يوقفوا هذه الماساه هذه، لاننا وصلنا لواحد الحاله مزريه وما بقاش عندنا شي خيار اخر الا اننا نضلوا على الحق ديالنا. وحنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان هاد الناس هادو يرشدوا من الخير يفكوا هاد المشكلات هاد الناس هادو. راه المسؤول على الماساة هي الوكاله الوطنيه للمواني اللي جات وشكرها فهمتي، وراسلنا السيد العامل الجديد للعمالات المنطقه، لحد الان ما كاينش حتى شي اجابه على هذا النداء ديالنا اللي راسلناه. او للاسف راسلنا السيد رئيس الحكومه، راسلنا السيد وزير التشغيل وزير الداخليه، ما كاينش اللي رجع ارساليات هما داروا، ولكن ما كاينش اللي كيجيب على المراسلات هادو فهمتي. يعني المسؤولين هادو كيتنافوا مع هادوك التوجيه اللي كيعطي الملك، هاد المسؤولين هادو ديال البلاد بعيدين كل البعد على هذا الشيء هذا، يعني بحال ما فهمناش واش ملي كيخطب كيخطب على شعب، كيخطب على مسؤولين باش تحمل المسؤوليه ديالها، اولا غير كيسمعوا كيديروا داك الشيء اللي قال لهم راسهم. هذا هو اللي كاين عامين جديد دابا حاليا فينا فيه، درنا لهم مراسله وعطينا مده تقريبا شي شهر دابا حاليا ولم يجيب، يعني على الاقل يستدعي غير الكتابه الجهويه ديال الاتحاد المغربي للشغل ويعرف غير الحيثيات ديال المشكل، ما يبقاش يسمع لك الطرف دوك السبانيه اللي دايره بهم، عارف بان راه كاين يستدعي الناس اللي مولين مع الموضوع بالضبط. وكان الوطني المولي بصريحه غادي كنعرفوها، يعني واحد المؤسسه اللي هذا كت يعني بحال قلت ما عرفتش كيفاش غادي نعبر لكم، يعني بحال بغيت مؤسسه مخزانيه اكثر ما هي مؤسسه اللي هي كتسيد المواني، ما عرفنا مازال ما عرفنا غادي نهضروا في هذا صامدين، وهذا الحق ديالنا يعني ماشي حاجه اللي كتسناو هما يمنوا علينا بها، هذا الحق ديالنا احنا صامدين عليه شتاء ولا صيف ولا ربيع ولا خريف كما بغى يكون، احنا معاه ونحتي به الله عز وجل الحق. اخوان السلام عليكم اخوتي المغاربه، من بعد الخطاب ديال جلاله الملك اللي حث على كل المغاربيين الروح الوطنيه، كنتمنوا الوطنيه في جميع المسؤولين لا الوكاله الوطنيه ولا اي مسؤول معني بالامر باش يشوف الملفات الاجتماعيه، كيحث عليها جلاله الملك الملفات الاجتماعيه، الملفات الاجتماعيه نحن من هذه الملفات، كنتمنى الله يراعي ومنحنا ويشوفوا هادشي، لان راه 7 شهور ديال الصمود تقريبا وحنا صابرين، وهاد الناس ما بغاوش يلبيو اللي قال سيدنا، الا لبوا غير اللي قال سيدنا راه المغرب غيزيد القدام، راه غيزيد القدام بمعنى الكلمه، لان عامل الحساب جميع المغاربه، طلب الاخاء ديال المغاربه، طلب التضامن ديال المغاربه، طلب الروح الوطنيه ما تكونش انتهازيه، واللي عطى الله هو هذا، كنتمنى الله يصحى الضمير ديالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وانا واحد من العمال ديال الله رينا سمعت والله ما نسمحوا فيه باش ما بغاو في الشتا وعند ديوه باش ما بغاو قداق باش ما بغاو، والله ما نتفرقوا معاهم ولا نتفرقوا معاهم. تحيه نضاليه. السلام عليكم، انا واحد العمال ديال المغرب.
يعني في واحد الدولة اللي كنا اللي هي دولتنا، وشي دولة من غير دولتنا ما تعملش هاد الشيء هذا. وست شهور هذه المدة ديال ست شهور، ودخلنا في الشهر السابع وحنا في هاد الحالة هذه. يعني ولو كنا في شي ما نعرفش شي دولة، ما نعرفش نقولوش الدولة المغربية اللي هي دولتنا، غادي يعطيونا الحقوق ديالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. حقوقي حقوقي ولن أنسى، ولو أعدموني حقوقي حقوقي، دم في عروقي ولن أنساها.